كان سي سامي كان مشى الحي الدوسي نتاعو لعبت في المحكمة بعد ما قرا تحويله للسجن المدني. عملنا ندوة صحفية هذه في إطار معناتها تعريف بقضية سامي فرحات. سكر 6 أشهر من الإيقاف بتهم كيدية وجهت له بعد التحرك اللي صار في مدينة قفصة نهار 27 نوفمبر في الإضراب العام اللي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل. ندوة صحفية هذه كانت خطوة نحو أن نسرعوا في غلق ملف قضية سامي فرحات على الأقل على مستوى التحقيق. نجحنا في الخطوة الأولى لأنه توا 6 أشهر ما تغلقش التحقيق في القضية. بدعوتنا للندوة الصحفية فقط أغلقوا الملف وبعثوه للمحكمة. ولدي سنة يقرا باك ما حكموش عليه، وقفوا في موقوف واش خاص وكجا معناها يقدموا في القضية ولا يعملوا أي حل، والمهم ولدي يخرج من الحبس ويرجع لحياته العادية. وهم وعدونا وعد باهي وبعد ما جبدوا بينا ما قالوا ما عطاوناش الاسقاط. هم في قفصه ولا هنا ولا في تونس ولا في الناس كل واقفه معانا، والناس كل عارفه سامي شكون وعارفه الوليد هذايا التلميذ الصغير هذايا شنو الواحد بتاعه. ما هو عندوش حتى انتماء، ما عندوش حتى حاجه اللي باش تخليهم يوقفوه 6 شهور ولا قداش، وهو لا حكم لا حتى شيء. ونتمنى من القضاء انهم يعجلوا في الجلسه، ما يسالش يحكموا عليه، المهم يعدوا الجلسه ما يخلونيش كيكة معلقين. التهم الموجهه لسامي فرحات منذ يوم 4 ديسمبر 2013 هي تهم جنائيه، 6 تهم جنائيه اساسها تقريبا حرق محل غير معد للسكنه، اعتداء على موظف عمومي اثناء اداؤه لوظيفه بالاعتداء عليه بالعنف الشديد. في نوفمبر 2013 يتوقف فيها سامي فرحات وثلاثه شبان من مدينه قفصه نهار 4 ديسمبر ويلقاو رواحهم يواجهوا في تهم جنائيه من العيار الثقيل، ويلقاو رواحهم محرومين من ابسط حقوقهم. ما نتصورش وانه ما عندناش الحق نحكيه على مظلمة من بعد. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه ما تنساوش اللي سامي فرحات في ملفه تو تلقاو تقريبا ادله الادانه اللي صعيب بحث البدايه الى تجميعها تتلخص تقريبا في قرص مضغوط صوره يصوروا في سامي فرحات رافع يده علامه النصر. ما نتصورش اللي هذه تنجم تشكل في حد ذاتها دليل ادانه. قديش ميت؟ أنا ميت.